بالنسبة للمدرسة الابتدائية إن شاء الله الأشغال متواصلة وبنسق طيب، إن شاء الله مع العودة المدرسية للموسم القادم إن شاء الله تكون جاهزة. بالنسبة للمشاريع التعبيد عندنا مشروع تهيئة طريق سيدي بويحيى، مشروع متواصل وإن شاء الله بنسق عادي. طبيعة الأشغال ربما تتطلب شوية وقت، ومشاريع التعبيد الأخرى واللي مدرجة في برنامج الاستثمار البلدي واللي تم 9 مسالك توزعة في كامل المنطقة البلدية، أشغال نسبة 40%، ومن المؤمل أنه تكون جاهزة قبل موفى شهر جويلية.